المحل أساس هذه فيها أشياء ما إحنا غير هذه بعد نبيع. فلما زيارة الملك سعود جاب هناك. جاب المحل. نعم هو شو اسمه والله يرحم أولاد كلهم. يا شيخ خليفة وشيخ عيسى وشيخ شيخ محمد. نعم. الملك سعود قال كلمة. هو قال أنا مستعد أسوي جسر بيننا وبين البحرين. بين السعودية والبحرين. الشيخ جابر كان يعني مع جنبي أنا ويكلمني كل شيء يعني عن زواجه ويراوي سورة الأولاد. كل تقدير واحترام أرحب بك العم العزيز الوجيه شيخ محمد شيخ إسحاق ضيف عزيز علينا في هذا البرنامج. الله يسلم عمرك. الله يسلم عمي. أنا ترى ما أخفيك يعني مدى يعني سعادتي وتقديري أني أكون اليوم في حضرتك، وأنت من الشخصيات اللي نسميها علم من أعلام البحرين. لك بصماتك الخيرية والتجارية ولك محبة وتقدير عند الجميع. الله يسلمك. أنا من طيبك. الله يخليك. الله. إحنا بعد أيضا سعيدين أن إحنا موجودين في هذا البيت اللي هو بيت العود. نعم. البيت اللي أيضا تربيت وعشت وولدت فيه. نعم. خلنا نذكرك الله يطول بعمرك من 1929 ولادتك في هذا المكان. نعم. بنى والد هذا البيت، وحتى بنى بيت الفاروق اللي نعم بيت فاروق عرشي. نعم. اي نعم. هذا بقى الوالد بنى. فالوالد بنى هذا البيت. نعم. وهذه فريج العوضية طبعا صح؟ نعم يسمونه عوضية بل ما في تاجر عوضية إلا واحد. باقي نحن خنجية. خنجية. نعم. نعم. هني كان بيت محمد طيب خنجي. نعم. بيت محمد طاهر. نعم. يمكن بعد بيت يا خان بهادر كان بيت شو اسمه شرقي بيت الزاوية. اي نعم. بيت عبد العزيز بسام. اي نعم. بعدين شارع زياني. ايه. عبد الرحمن زياني. نعم. راشد زياني كلهم ساكنين هني كان. نعم. نعم. فهذه كان سمي العوضية نسبة إلى هذا الشيخ اللي موجود. نعم هذا الشيخ. نعم. وهنا المنطقة كانت كلها تقريبا عوالم الداخل يعني. نعم نعم. وشيخ محمد ولد في هذا البيت. نعم. وتلقى تعليمه عن شيخ مظهر. نعم شيخ مظهر كان يجيك هنا. كان من كوهج هو. يزور بحرين. نعم. ويبتدي يعلمكم. نعم. قراءة وكتابة وكذا. نعم. وبعدين انت رحت المدرسة. نعم. حدثني عمي عن الوالد رحمة الله عليه الشيخ إسحاق. نعم الله يرحمه. نعم. نعم لما كنت في البحرين كنت صغير. انا سافرت من البحرين 1940. رحت الهند. رحت الهند. اي. وعلاقتي ويا السياسة شلون بعد. المجلس كان عندنا هني. وتجاريون بالليل. نعم. كل يوم مجلس. وهذاك ايام الحرب. الحرب العالمية. عالمية. ايه. نعم. ابتدى من اواخر 1939. صحيح. وفي راديو. عندنا. يسمعون اخبار الحرب. نعم راديو في حجرة صغيرة جنب المجلس. ويجيبون الاخبار وانا جالس اسمع منهم. واللي يسمعونهم على برلين شخص اسمه يونس بحري. اي نعم. وهو ما شاء الله واجد شو اسمه. اي حماسي كان. حماسي واجد. إيه. نعم. بدأت علاقتك الان. نعم نعم. اي زين. سمعت كنت هني لما صار بعد ثورة رشيد علي جيلاني. اوه. في العراق. نعم. في 54 عند ملك سعود. طاولة الاكل. نعم. ملك سعود هذا يعني أول مرة يزور المنطقة الشرقية. وأنت كنت موجود؟ نعم أنا كنت موجود على طاولة الأكل. نعم. في أرامكو. 1954. 54. يعني ملك عبد العزيز توفى أواخر 53. نعم صحيح. فهو بعد الحكم كان يزور المناطق مختلفة.
فهو كان موجود وعزام باشا موجود والجامعة العربية الدول العربية نعم طبعا بن جلوي وغير موجودين ومن البحرين والد وعبد الرحمن قصيبي وعبد العزيز علي البسام نعم وانت كنت حاضر معاهم مع الوالد انا ايه حاضر معهم كان عندنا محل فتحنا محل تو في السعوديه في السعوديه ايه في خبر بس هني وانتم قاعدين الملك سعود قال كلمه نعم ايش قال هو قال انا مستعد اسوي جسر بيننا وبين البحرين بين السعوديه والبحرين نعم. يعني هو من اول من قال الفكره نعم. ان نسوي جسر بين البحرين نعم. والسعوديه نعم. في 1954 وانت كنت حاضر وسامع نعم. انا قريب اي نعم. شاهد على هذا الحدث شاهد على نعم بعدين شيء غير قال ان شو اسمه كان ينوي ان يسوي شركه حق التنكرات قال لي نفط مالنا ليش غيره يودونه خلي تصير منا وفينا منا. تكون شركة محلية نعم. يعني. نعم وقال أنا مستعد أسوي مدرسة حق الملاحة في المنطقة في السعودية حتى يتعلمون بدل ما يروحون برا ويكونون أجانب نعم. يكونون عيالنا هم اللي يدرسون نعم. هذا الله خلينا نأخذ تجربة سفرتك للهند نعم. يعني أنت يعني صغير كنت نعم. وخذيت قرار أنك تدرس الهند في الأربعينات 1940 نعم شون سافرت شون كانت رحلة السفر بالتاريخ البحر مركب اين كم يوم خذا لكم بريتش انديا نافيجيشن نعم. طلعت من هني من هنا ورحت نعم. كم يوم خذا لك والله ما اذكر بالله تقريبا 10 ايام معك احد من البحرين نعم اي ويا اختي ونسيبنا نعم عبد الله بن مصطفى بن عبد اللطيف وهناك في الهند كان الوالد موجود ينتظركم؟ لا والد لا والد هنا كان هناك بس انتم اهلكم في الهند كانوا موجودين نعم. ايضا كان عندهم اختي وعمتي هناك نعم عمتي اللي كان مرت شيخ مصطفى بن عبد الله نعم. اللي نعم. كان رئيس العائله شخصيته شلون كانت عمي ابو عصام شخصيه مصطفى عبد اللطيف يعني نسمع عنه وايد نسمع عن شيخ مصطفى نعم. وعن اسهاماته وعن شيخ فكره مصطفى الله يرحمه راح بمبي بمبي نعم وش كان يشتغل هناك في بمبي اول هناك مرة اشتغل عادي تالي اشتغل حق تاجر كويتي يسوي يرخص معاملته وشيء يعني كان موفق في شغله وهذاك بعد اعطى بنته زوجه بنته نعم اي ومن هنا بدأ تجارته نعم. بالتالي تغير الامور كان ضعف هذاك اي تعرف اظن ماضي يمكن 29 او شيء انكسر السوق لا انكسر السوق العالمي نعم الازمه العالميه اللي صارت العالميه وبعدين في نفس الوقت طلع شو اسمه لؤلؤ الياباني نعم كلتشر بيرل أي. اللي كان يسموه فواجد تاثروا الكبارية هذه كان من تاجر من أكبر تجار اللي كانوا نعم كان. فأذكر شو اسمه الشيخ مصطفى قال حق مرته الزينة اللي معطي أبوه أن نعطي أبوه نرجعها له نعم ايه. كان صعب عليه قال لا تفكر تحسلين أحسن إن شاء الله بقى. نعم هو الشيخ مصطفى بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد المطلب العباسي ذهب إلى الهند للتجارة في سنة 1885 لما كان عمره 15 سنة فاكتسب الخبرة وتعلم فنون التجارة في سن مبكرة وكانت بداياته في الهند العمل مع التاجر الكويتي المعروف آنذاك أحمد لحنيان العنزي رحمه الله والذي تعلم منه التجارة ومع مرور الوقت زادت خبرته وكسب ثقة التجار فأسس له تجارته الخاصة وازدهر فيها وذاع صيته في الهند تزوج الشيخ مصطفى بن عبد اللطيف من لولو لحنيان البنت الوحيدة لأحمد لحنيان العنزي وفي البحرين تزوج بنت عبد الرحمن بن إسحاق
وكان مصطفى بن عبد اللطيف رحمه الله معروفا بصلاح حاله واهتمامه بالفقراء والمساكين والضعفاء من الناس، فكان يعينهم على مصاعب الحياة ولا يتوانى في ذلك. أسس عمله في البحرين في العقد الأول من القرن العشرين، ولاحقا أصبح شريكه ووكيله الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن إسحاق، وكذلك الشيخ محمد بن يوسف نجيبي. يعتبر مصطفى بن عبد اللطيف من ضمن مجموعة من التجار الأوائل في عهد أصحاب العظمة الشيوخ عيسى بن علي وحمد بن عيسى، من الذين أوصوا بتأسيس جمعية تمثل التجار، والتي مرت في مراحل مختلفة حتى تم تأسيس الغرفة التجارية عام 1939 في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بصفة رسمية. وجدير بالذكر هنا أن الشيخ مصطفى بن عبد اللطيف وفر المقر الرئيسي الأول لها. للشيخ مصطفى بن عبد اللطيف أعمال خير مختلفة في مساعدة المحتاجين وفي نشر العلم وبناء المساجد. انتقل الشيخ مصطفى بن عبد اللطيف العباسي إلى رحمة الله تعالى في سنة 1964 عن عمر ناهز 94 عاما في كراتشي. الوالد الله يرحمه الشيخ إسحاق دخل في مجال بيع اللولو وتجارة اللولو يعني. زين، هل كان عنده محلات في البحرين ولا أيضا توسع خارج البحرين؟ لا، من البحرين كان يشترون ويرسلون لمركز التجارة اللولو كان في الهند. أي. وأيضا في فرنسا بعد، صح؟ نعم، بعدين حتى فرنسا، لندن، كل محل. زين، وش اللي خلاك أنت تروح الهند تدرس؟ ما كان في مجال آخر تروح، بلد ثاني تروح؟ لا، نحن عندنا علاقة واجد. لا، أقول الشيخ مصطفى كان هناك، أي الأهل كانوا هناك، أهلي هناك، أي هناك عندهم يعني تجار، شو اسمه، عندهم أملاك ومحلات وش اسمه، فأسهل أسهل لك إن تروح لهن. زين، وهني السوق حتى أموال الخارجي للبحرين كله يجي عن طريق بمبي. مركز كان. نعم نعم. بمبي كان مركز حق تجارة الخليج. نعم. المراكب الكبار ما يجون الخليج. ما كان عندنا ميناء. صح. ميناء ما صار إلا بداية الستينات. نعم نعم، كان كل هناك التجارة بذاك الشيء. نعم نعم. زي يوم رحت تدرس في الهند. نعم. شلون كانت طريقة الدراسة هناك؟ شنو درست في الهند؟ كملت دراسة المدرسة ويسمونها ماتريكوليشن. هاي البداية، هذه حتى يجهز لك حق الجامعة. نعم، يهيئك العام. نعم. وهذه كان في 46. 46. 46. إذا أنت رحت 40. نعم. إيش كثر تميت؟ إيش كثر تميت في الهند؟ أنا تميت من 40 إلى 46، ما رجعت. ما رجعت البحرين. البحرين أبدا. أي كنت كله هناك تدرس. كله هناك. في الجامعة درست على أساس يسمونه BA. Bachelor of Arts. أي حلو. Arts يعني قصدي مثل غير الساينتيفيك. مثلاً literature، تاريخ. نعم. أدبيات. هذه يسمونه Arts. وهاي كان هوايتك يعني، شيء كنت تميل له؟ نعم. أنا كنت أميل شوي شو اسمه المحاماة. قانون. نعم. عجيب. لكن تالي شفت إن المحامي شكيت فيه، قال شطالة مو منه بالحق أو شيء. بس أنت رحت لندن عقبها، صح؟ نعم. أي يعني نعم. على طول طلعت من الهند ورحت لندن. من الهند. نعم، من الهند رحت باكستان. باكستان. إيه. سنة ونص هناك. تميت هناك. نعم. وبعد رحت 49. إيه. سافرت لندن. لندن. شو اللي خلاك تروح لندن؟ حق دراسة. بعد دراسة. نعم. أنت هذاك الوقت بعد أنا أثناء سنة ونص اللي كنت في باكستان. من أواخر قبل أطلع من بمبي بعد جيتني مرة لا.
بعد سويت تجارة شوي بعد. نعم. عجيب. نعم. يعني أنت يعني التجارة نعم. في دمك. نعم. إيه؟ نعم شفت أشياء مطلوب هناك واجد يعني موجود هناك غالي. إيه. مثلاً شوكليت كادبري ما في هناك. إيه. غالي بس ما تحصل إلا أذكر في محلات من الجيش. جيش إنجليزي. نعم اللي عندهم ذيك. نعم. إيه. يجيبون لهم. فكنت أخذ من هنا وتأدي باكستان. أودي نعم أودي باكستان أودي بداية بمبي بعد بعدين شريت أشتري سيارة وياي سيارة بعد غالي هناك بعد أبيع هناك فشيء بسيط يعني ابتدى حتى هناك نعم أذكر حتى هناك أشياء كان أيام الحرب لا مثل هني كل محل كان كل شيء قليل المصانع كل شيء صح. كان تركيزهم على شيء اللي حق الحرب فنحن اشتري نشتري انا وواحد غير بعد من عائله من الشباب مدرسه واجيب نبيع في البيت على الاسوان وش اسمه اللي ما عندهم فهني بدات التجاره شوي شوي نعم زين في الهند كان في احد معاك من البحرينيين من الربع ولا بروحك انت هناك انت والاهل يعني نعم نحن الاهل اي ما كان عندك يعني بحرينيين اصدقاء ما درسوا معك لا بالجامعه لا بس في لندن التقيت مع بحرينيين نعم مين كان معك لا لندن هنا لما سافرت وناس يعرفون ارسلوا بعد اولاد راح وادوا معك عيالهم اي وياي الله يرحمه عبد العزيز كانوا وأولاد منصور عريض محمد خليل محمد جميل محمد جميل محمد خليل نعم الله يرحمهم سليناس وتوفوا الله يرحمهم وكنا معك واحد من عيالك واحد من بيت آل شريف ميرزا آل شريف ميرزا نعم نعم فهدلين كل سافرنا مع بعض ورحتوا لندن ايش كثر تميت في لندن؟ في لندن وتميت إلى اسمه ما رجعت من لندن إلى أواخر 53 وشنو درست هناك؟ هناك بعد نفس الشيء هناك درسنا كان درست لو هناك؟ International Relations علاقة وقانون دولي بعد القانون الدولي نعم كان بروفيسور مالنا واحد يهودي أصلي ألماني بعد نعم شوردنبرغر كانت صعبة الدراسة في ذاك الوقت بالنسبة لك ولا أنت كنت تحب تدرس؟ لا ما في ما كان صعب ما في صعب لا. هناك بعد عام شريت سيارة في لندن في لندن من ايه؟ هني إيه وديتها معك؟ لا يعني شريت من الوكيل على أساس استلم هناك إيه شنو السيارة؟ سيارة جاكوار أوه هذاك الوقت هذاك الوقت بعد جاكوا ايه؟ واجد يعني من أحسن سيارات صح. بريطانيا أغلى ايه سيارات وسووا موديل جديد من بعد الحرب والإنجليز ما يقدرون يشتروا كل حق الخارج أنا شريت أن بيزاتي يروح بالخارج لا استعملت سنة ونص أو ست وبيعت بالفايدة هناك في لندن نعم الله أكبر نعم ايه وبدأت التجارة هناك شوي شوي يعني ما شاء الله عليك عمي نعم وكانت تروح نعم قبل ارجع بعد تقريبا سنه توظفت بارت تايم يعني في وين في لندن واحد انجليزي ونكتب مثلا وكالات من المانيا محلات غير مثل حق سانيتري وير وغيره وغيره جيب نعم زين كان الناس تسأل شو اللي خلى شيخ محمد ما ياخذ تجارة هلة يعني تجارة هلة كانت في اللولو وكذا أنت الوحيد اللي طلعت من بينهم وسويت شيء جديد نعم موين كانت تجيك الأفكار والله تشوف مثلا تشوف أشياء جديدة زين ما عندنا مثلا أنا كنت أحضر كل سنة يصير معرض البريطاني معرض التجاري ايه في بريطانيا في لندن في ايرلز كورت
وفي أولمبيا. حتى شفت الملكة هناك. نعم. تلاقيت معها هنا. نعم. يعني في الافتتاح. افتتاح وش اسمه. نعم شفته قبل تزوج. تو الناس. وشعره كان شعره أسود. نعم. هناك مثلا شفت أثاث مو أثاث. عجبني. كفكرة. نعم. ومو موجود في البحرين عندنا أثاث. موجود. نعم. ايه؟ وهذاك الوقت شوي البحرين يعني ما شاء الله يعني منفتحة الناس يعني. كانوا بالخير يقدرون ايش ف يعني طريقتهم غير طريقة الهند. تاريخ الهند طريقة قديمة لا مثل شبابيك مثلا باب شو اسمه بعد كانت كله من خشب صحيح ايه. هناك يسوون مثلا من نوع البلايوود ويخلون عليه غدير متطور نعم سوف نعم شيء غير ايش وزنه اقل اخف ايه فتتحرك فطلبت شيء انت شو ليه حين انت ما فتحت مكتبه لا ما فتحت اي بس شفته هناك في لندن نعم ايه حتى تالي زاد الشسمه كميات فانا اضطريت ان اجيه جبت وياي هذا الانجليزي على اساس انه يكون مدير هو يديره وتاني أنا أكمل دراستي. حلو. فمع الأسف ما صرت دي. بسبب يعني والإنجليزي يبغي له مساعدة يعني بيع في لندن غير وغير. يبتيبه في الجو هني. نعم نعم. أثناء هذه لما زاد واجد البضاعة وش اسمه كان الوالد عرف إنه يحتاج معرض. الناس يشوفون صح تعرض فيه على الأقل بضاعة نعم فبنى هذا المعرض مالنا اللي جنب ال جنب الملاصق الائتمانية مستشارية نعم. هذه أول محل تقريبا أو من أوائل محل اللي تطلع برا السوق نعم هذا من أوائل وهل تعتبرون أنتم أول محل أثاث في البحرين؟ نعم أنتم تعتبرون أول معرض أساسي الأساس في البحرين كان عندنا والتجار والشيوخ يجون حتى شو اسمه الشيخ سلمان لازم سمع من العائله ان في محل اثاث المحل اثاث هذه في اشياء احنا غير هذه بعد نبي ثلاجات نبي ووتر هيتر توسعتوا الان نعم فلما زياره الملك سعود جاب هناك جاب المحل نعم هو شو اسمه والله يرحم أولاد كلهم يا الشيخ خليفة والشيخ عيسى والشيخ شيخ محمد نعم بعد جاءوا في صور جالسين عند الباب والشيخ سلمان والملك وياب المحل يشوف المحل داخل بعد داخل المحل نعم نعم ان شاء الله رحبنا وكان عندنا واحد رحب في زيارتهم نعم حتى أذكر لما يزور ملك سعود من وقت إلى وقت إلى منطقة شرقية فساعات يأخذون من عندنا يجون كراسي زين أو شيء حق مقام الملك نعم ومن هنا أنتم بعد أيضا فتحتوا محل في الخبر نعم زين في ذي تجربة السعودية في كان تجار وايد بحرينيين كانوا يروحون نعم واجد بحرينيين يعني وين كان مكانهم؟ يعني وين كانوا أغلب تجار أغلب البحرينيين؟ احنا محلنا كان في خبر في الخبر نعم بالتالي بعد هناك تطور واحد من تجارهم كعكي بنى كذا إمارات ايه وانت شنو كان نشاطكم أبو عصام عمي هناك في أيضا أثاث كان؟ أيضا أثاث العم العزيز الوجيه الشيخ محمد بن الشيخ اسحاق شلون كان السوق في ذاك الوقت فترة الخمسينات أول ما فتحت ذي المحل شلون كان طبيعة الحركة التجارية في البحرين تأثير الحرب انتهى بدأت تنتعش الآن نعم بضاعة يجي من كل محل نعم فبديتوا أنتوا الآن نعم وبابكو بعد فتحوا مثلا محلات تجارية كان يشترون من السوق
فانتعش السوق شوي. انتعش السوق. نعم. إذا بس كان نشاطك في ذاك الوقت أثاث في البداية ولا كان عندك أنشطة ثانية تسويها؟ لا بعد الاستشارة أنا صرنا وكالة سيارات. شنو السيارات اللي كانت؟ سيارات أول ابناء سيارات فرنسي يسموها سمكة. اللي يسمونه ديغول بالفرنسي. نعم. حاكم يعرفون حاكم. وين كان وين كان الوكاله مالتك محلها؟ اماره بلديه اماره الاوقاف. نعم. اللي تقريبا مشاهد المسجد جامع الفاضل. اللي الحين بنوا عماره العماره. نعم بنوا عمارات. نعم صح. نعم زين في ذاك الوقت وين كانت تجيك الجراه انك انت بتفتح محلات وبتسوي وكالات وانت نعم. يعني شاب صغير نعم. وكذا هل تستشير نعم. احد ولا انت كنت تروح شذي في جرأه في جرأه نعم نعم. اغامر يعني شو اسمه وبعدين فتحنا شو اسمه مصنع حق المرتبات يسمونه ميشن اوف كاليفورنيا الله الله اورنج نعم هذاك بعد مع الاسف هذاك الوقت سكان البحرين قليل. إيه. فسوق أضعف. سكان أقل. إيه نعم. ما فتح. وفي كذا مصانع. في كندا دراي. في سينالكو. بيبسي. في ستيم. إيه. هذه كلها حق سوق واحد. في بيبسي كولا. هذه كذا مصنع. حق سوق صغير حتى نحن. نسدر إلى دبي الله نعم. العصائر نعم إلى دبي نعم بس يقولون كانوا يبون يعطونك وكالة الكوكاكولا ذاك الوقت نعم أنا كان نعم وأنت بين الكولا وبين العصير البرتقال ما عندي تجربة لا شفت إن هذه مشينا في كاليفورنيا عندهم أنواع أنواع من العصائر نعم مال البرتقال مال أناناس مال كريم سودا هذا الطعم كله زين. إيه. هذاك ما في إلا نوع واحد. نعم. ومو مسموح لك أن تسوي شيء غير في المصنع. إيه. بس تسوي الكولا. نعم. لكن في دعم العالمي وراه. صحيح. هذه أنا ما كنت أعرف ما عندي تجربة. زين وشون قدروا على كاليفورنيا وأقنعوك أن تأخذ وكالتهم؟ هذه لا قالوا لي شو هذه أنواع شو اسمه وأسهل وش اسمه. كولا يعني شديدين وفلان يقولون يا لك مندوب من عندهم هناك نعم يا لك مندوب نعم امريكي واقنعك يعني نعم هذا مندوب اقول له فورمر من شو اسمه سلك الدبلوماسي في شو اسمه اذا والان انت فتحت لك اكثر من 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 وكاله في نفس الوقت نعم شلون كنت تديرهم بروحك نعم هذه يعني شيء غريب يعني شاب واحد طموح ما عندي موظفين قليلين هني وهناك كل شيء ودير العمل اول باول نعم يمكن نفرين في محاسب قلود بس ما في احد ما في شيء ثاني نعم زين هل كنت تسوي دراسه جدوى تدرس المشروع نعم ولا لما يعني كنت تدفع على شغله مثلا سيارات أعرف شو اسمه حتى رحت دبي على أساس أن نفتح محل وكالة وكالة نعم شفت لا ناقل الآن ما في شيء أو هاي سنة كم كان هذه 61 إيه كنت أول ناس أنت أول يعني نعم هذا تو فاتحين محطة شركة حق شو اسمه حق الكهرباء إيه توها الآن تتطور نعم. توها بادي في نعم. بدايات خلينا ناخذ عمي ايضا جزء ثاني من حياتك اللي هو الجزء ايضا مشاركاتك في العمل الوطني يعني انت ايضا شاركت في انتخابات البلديه ايضا عندك نشاط في غرفه التجاره وهذه ايضا كلها يعني صقلتك التجربه والشخصيه نعم المجلس البلدي نعم شنو شلون دخلت المجلس البلدي كان بالانتخاب ذاك الوقت نعم. كان في انتخاب اول مره اذن بالتعيين اي نعم الوالد يمكن اعتذر وتالي عيلوني كانوا يختارون نعم. هم مجموعة من الشخصيات واجد صغير
وياي كله كبارية. إيه. وياي الله يرحمه حسين يتيم. أوه ما شاء الله. عبد أحمد فخروم. محمد الفاضل. اللي أكبرهم. يعني. وأنت ولد صغير شاب. داش المجلس. نعم. إيش كثر تميت معاهم الله يسلمك. مدة. نعم. إلى شو اسمه. إلى الشيخ عبد الله بن خالد وأنا في البلدية. نعم. لما ابتدوا بعد تخطيط البحرين. هذه تتكلم في فترة الأولى في 1971 72. نعم. في هالفترة. نعم. هذه جاء واحد جابوا واحد إنجليزي وواحد أصل بنغالي بعد من لندن نور النبي هذا الموجود. نعم نعم اللي يسوي التخطيط كان. نعم. نعم. مال جهاز المساحة. نعم هذا يسوي التخطيط. نعم. وهل خطط انت يعني شهدت عمليه التخطيط اللي نعم صارت هناك؟ نعم اول مجلس التخطيط كان في البلديه. في البلديه. نعم. نعم. الان انا بيتي غربي شو اسمه شارع الكويت. نعم. كان تخطيط هذه انه يصير هذا الشارع. يعني ما كنت اتصور انه بيكون الحركه اللي فيه ذاك الوقت ما في شو اسمه. نحن اوائل بعد بنينا كذا عماره في أم الشؤون. أوه ما في تاريخ شيء هذاك الوقت. ناس يقولون هذا الليل شنو؟ مجانين من يسكن هني؟ اللي أنت تروح وسويت وبنيت و... نعم. هذه شو اسمه في وقت مناسب. ياو البريطانيين كان عندهم شو اسمه مركز مال مال الطائرات RAF. RAF نعم. فهذا الليل يبقون شقق يبون بعد عائلاتهم بعد فنحن كان نعطيهم شقق مفروشة بارزة بارزة ايه. نحن قبل هذه كان نأجر من الناس الإمارات ونأسسهم ونأجرهم على الناس نأجرهم على هذه هالمرة لا أنتوا سويتوا لكم نحن بعد نسوي بروحنا ايه نعم فبنينا هناك كل أساميهم أسامي بريطانية مثلا عندنا بناية هناك اسمه غلاسكو ادنبرا فالكيرك الله كلها عشان تجذبونهم لا هم يسمونها يسمون حتى يعرفون لا حتى يعرفون انها اي عمارة هل نقدر نقول ان ابو عصام قناص فرص تجارة ان كان واحد استبيد الفرصة تحسن ويسويها نعم. إذن خلني أخذ الجانب الآخر قبل لا أدخل إلى غرفة التجارة نعم. في هالعمل التجاري ذي مريت بكثير من التحديات إحنا نعم. اليوم ما نبي بس نراوي النجاح لكن نعم. أيضا بعد مريت بتحديات نعم. بسهر بتعب نعم. أحيانا بخسارة نعم. شلون كنت تتعامل مع هذه نعم. الظروف الصعبة اللي تمر نعم. بعد شو اسمه يعني مثلا نحن ما كان عندنا تجربة في سيارات سيارات كل شيء يتبيع بالأقساط فنحن جدد كثيرين الناس اللي كان ما معروفين عند الوكالات الغير يمكن ما يحصلون أو شيء يجون عندنا نحن يبغون يشتري نحن نبيع عليهم أقساط نعم أقساط ومشكلة الأقساط ما دفعوا يتأخر ما يدفع نعم هذه وقفنا بعد آخر كم سنة جربنا وصار الطالب ناس واجد بالذات ما يفعل تبيعه وما تحصل بالذات فوقفت وكالة السهل نعم نعم ونفس الشيء بعد مع الأسف مال هذاك مال عصير مال عصير معدات تجيب حتى تسوي هذه يكلف مبلغ زين بعدين انتاج تخلي لازم فليت سيارات توزع صح فان كان ما تبيع شيء معين ما تغني مصاريفك غير فايده نعم صح فصار كذي اخر هذاك بعد وقفنا ايه زين ما كان عندك نيه انك انت مثلا تشتغل في العمل الحكومي توقف تجاره يعني ما دام فيها ربح وخساره وتعب وذاك الوقت كان توها الحكومه باديه وكذا ما فكرت انك تشتغل موظف الحكومه
لا الحمد لله دخلي كان أحسن من الموظفين. من الموظفين. فأنت بالنسبة لك التجارة أفضل. نعم. لأن أنت كنت يعني أنا السؤال عمي اللي أنا وايد قاعد يدور في بالي. نعم. أنت درست قانون. نعم. ودشيت في اللو. نعم. لكن ما استفدت. ما استفدت أبداً. نعم. يعني اللي درسته شيء واللي اشتغلته شيء. نعم. وتخصصاتك. وهذه اللو إنترناشنال لو. إيه. إنترناشنال لو دولي. غير القانون المدني اللي يسمونه municipal law بالإنجليزي صحيح. البلد داخله يسمونه municipal law. وانت درست الاثنين؟ لا ولا بس الانترناشنال law. غرفة التجارة. نعم. كيف دخلت إلى الغرفة؟ وشنو ذكرياتك مع غرفة التجارة؟ غرفة هذاك الوقت ما كان مثل اليوم. دخله كان كلش محدود. وكان ما كان إجباري. إيه اللي يبي يدش. اللي يدش يدش ما يدش. كيفه. فما عندنا ما النشاط اللي عندهم هالأيام واجد أحسن. نعم كانوا التجار منعزلين. نعم. إيه. نعم. انت الله يسلمك سنه كم انضميت الى الغرفه؟ من اوائل من الخمسينات. من بدايه الخمسينات. بس خلينا نرجع للتاريخ ايضا يعني. نعم. اول ما بدات الغرفه يعني يمكن انا 54 كذي. يعني اول ما بديت انك تفكر انك تكون يعني او دخلت المجال التجاري. زين دخلتك الله يطول بعمرك حق الغرفة التجاره. نعم. يوم دخلت فيهم يعني ليش ما فكرت انك تكون رئيس للغرفه على تجربتك وخبرتك؟ لا أنا صغير في حسين يتيم ما شاء الله. أحمد فخرو كان واجد أكبر مني. خليل كانو هذا. لا بس أنا أصغر واحد يعني. عقب يوم دخلت الآن وبديت تتربع يعني أنت دخلت في لما المتتبع لسيرتك الله طول بعمرك يشوفك أنك أنت عضو في أكثر من مجلس إدارة ونائب رئيس. نعم. مجلس إدارة وترأس كثير من الأمور. غرفة البحرين للتجارة هذه كانت يعني ما كانت لك نية أنك أنت تترأس هذا الكيان أو أن تدخل في عضوية الغرفة؟ لا. ولا كنت بتعطي الفرصة حق الآخرين يعني؟ ما يعني ما عندي شسمه طموح وما ابغي استفيد من شسمه. انا عندي كفايه مشغول واجد. اي فما كنت بتشغل روحك مع الموضوع. نعم. على علاقتك التجارية مع كبار التجار وأيضا مع السوق، أيضا كانت لك علاقات أخرى مثلا أيضا مع قيادات البلد. نعم. الله يحفظهم. نعم. والله يرحم أيضا شيخ سلمان وشيخ عيسى رحمة الله عليهم. نعم. نعم. هذه التجربة الثرية اللي طلعت فيها سعرت الوجيه. نعم. كيف كانت هذه العلاقات؟ العلاقة واجد طيبة قريبة. شيخ سلمان الله يرحمه. نعم. أي مناسبة سفر أول ليلة نتعشى عنده. نعم كنت ويسمع منكم كان والله يسلمك. نعم. نعم. إيه. وهذه العلاقة المتميزة. مرة 52 الله إن كان 52 كان جاي أطلع من بريطانيا ما رجعت إلا أواخر 53. إيه. قبل عشاء جابوا خبر أن عبد الله سالم وصل يا البحرين. كان يحب البحر. لا نعم. فأخروا شو اسمه العشاء مالته. وكان وياه الله يرحمه شيخ جابر. شيخ جابر شاب بعد. وشيخ جابر كان يعني مع جنبي أنا ويكلمني كل شيء يعني.
زين على هالتاريخ ذي كله عمي أنا اكتشفت أنك أنت بس مهتم في شغلك، ما عندك هوايات، ما لعبت كرة، ما لعبت تنس، ما لعبت شيء، شنو؟ بس لعبت شوي شوي من كل شيء. إيه بس لعبت خيل في الهند. ركبت خيل في الهند. لا هذه هوايتي. هذه حب ودي. الله الله صدق والله. نعم. الله يعطيك طول العمر. اي بس يعني غريبه يعني انا توقعت انه في الفريج في العوضيه لعبت كره ها ولا كنت كله كذي كالعاده يعني لا بس لما هني كنت يعني عمري اكثر شيء وصل 10 ف ما كان يعني عندي فرصه بهذا السن ما تصير يعني تيم ولا شيء مثلا صحيح خلني اخذ الجانب الاخر الجانب العائلي يعني انت نعم. تزوجت في 58 57 نعم 57 بداية او 56 بداية 56 نعم وخذت واحده من الاهل يعني نعم. زين شلون كان يعني ذاك الوقت انت ايضا عندك شاب وطموح وعندك التجاره ذي شلون كنت توفق ما بين البيت وما بين ما بين تجارتك لا الحمد لله شو اسمه انا تزوجت هات خليلين من العائلة اللي كمل كل دراسته الحمد لله عندنا ديجري ماله وسهل عليه بس بداية أنا سافرنا طلعت شهر العسل يمكن 3 أشهر شهر العسل نعم يا الله رحنا كذا بلدان وابتديت سجارة هناك بعد بعد نعم وهي ساعدني بعد زين نعم خوش نعم مثلا كانت داعمة لك كانت داعمة لك نعم نعم داعمة وكانت خصوصا هذه في شو اسمه في شهر العسل في شهر العسل اي مع بعض الحين من من العيال الله يحفظهم اللي تشوف نفسك فيهم عصام هو في مو في التجارة عصام في الشريعة في شريعة نعم وفي حركة إسلامية أيه. وعندي ولد الأصغر مصطفى هو في التجارة في دبي نعم نعم هو في التجارة. والبنات أيضا عندك واحدة في البحرين واحدة في دبي بعد نعم عندي بنتين في البحرين نعم الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم العم العزيز سعادة الوجيه شيخ محمد شيخ إسحاق أنا ودي أني أنتهز هذه الفرصة واغتنمها وأبي أسمع منك نصيحة للشباب المقبل على الحياة التجارية ومقبل على الحياة بشكل عام من خلال خبرتك الكبيرة لا الشباب الآن ما شاء الله فيهم خير وتعلموا أول قليل المتعلمين ومتخصصين وهذه يعني لازم يعني اللي يهتم في شغله ينجح يعني صح يهتم ويحرص عليك الجهد وبركة من الله على بركة من الله نعم نعم, نعم. عمي العزيز سعادة الوجيه شيخ محمد شيخ إسحاق شكرا شكرا لك من القلب على هذا الوقت اللي أعطيتني إياه وعلى هالمعلومات الجميلة وعلى هذا الحديث الشيق والأجمل من ذلك ابتسامتك الحلوة الله يديمها علينا إن شاء الله الله يخليك